أصبحت الحالات الآن خارج الصين أكثر من 169 ألف حالة. أصبحت الآن الحالات داخل الصين تقارب 81 ألف حالة. فيما يخص دول الإقليم، بالأمس كنا نتكلم عن 17 دولة من أصل 22 دولة في الإقليم، أما اليوم فنحن نتكلم عن 18 دولة، أي 4 دول حتى الآن في دول إقليم شرق المتوسط والذي تنتمي إليه دولة الكويت لم يتم التأكد ولم تثبت إصابة أي حالة فيها حتى الآن. أصبحت الآن الحالات في إقليم شرق المتوسط جاوزت على 16 ألف حالة. أما فيما يخص حالات الشفاء فهي 4779 حالة شفاء في دول إقليم شرق المتوسط. في العالم ككل حالات الشفاء جاوزت 78 ألف حالة، وهذا بحد ذاته مؤشر إيجابي. الأمور تتغير، الوتيرة متسارعة، وهناك تسابق ما بين الإصابات من ناحية وما بين الشفاء من ناحية أخرى، فعندنا الأمل وعندنا العمل كذلك، عندنا التحدي وعندنا التفاؤل كذلك. نريد أن نستبدل الخوف بالوقاية والهلع بالحرص، وبهذا الاتزان وبهذا التكاتف نستطيع أن نواجه هذا التحدي العالمي. بالأمس ونحن في هذه القاعة كنا نعلن أن حالات الشفاء 9، وبعد فترة من الزمن تم الإعلان عن 3 حالات شفاء في دولة الكويت. أصبح الآن مجموع حالات الشفاء 12 حالة في دولة الكويت، وهذا بحد ذاته مؤشر إيجابي، مع خالص التمنيات بالشفاء لجميع الحالات والسلامة والعافية للجميع. أما ما يخص بعدد الإصابات التي جرى تسجيلها بال24 ساعة الماضية، فقد تأكدت إصابة 7 حالات بمرض فيروس كورونا كوفيد 2019 خلال ال24 ساعة الماضية في دولة الكويت. السبع حالات جميعها مرتبطة بالسفر بالمملكة المتحدة، وهم جميعا لمواطنين كويتيين. أصبح الآن عندنا مجموع الحالات التي تم تسجيلها في دولة الكويت 130 حالة. حالات الشفاء التي تم الإعلان عن شفائها بفضل الله 12 حالة. الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 118 حالة. أما فيما يخص الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية والعناية الطبية في العناية المركزة 4 حالات، حالة واحدة مستقرة و3 حالات حرجة. بالنسبة للمسوحات المخبرية فقد تجاوز الآن عددها 11091 مسحة مخبرية. أما بالنسبة لمراكز الحجر الصحي فقد جرى الإعلان عن مجموع 564 شخص أنهوا الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لذلك. قبل الختام أود أن أذكر بأن قوة النظام الصحي وحكمة التنبؤ التي رأيناها خلال الفترة الماضية ودقة الدراسة للواقع والمعطيات والمؤشرات الإقليمية والمحلية هي كلها عناصر قوة نفتخر ونعتز بها، كما نعتز ونفتخر بدور الإعلام المهني الإيجابي، بالدور الذي قمتم فيه وما زلتم تقومون فيه خلال الفترة الماضية
ونحن متأكدين بالاستمرار بهذا النهج وأفضل خلال الفترة القادمة كذلك.